القصبة، المدينة التاريخية في الجزائر العاصمة. في هذه الأزقة يجتمع الموروث الثقافي المادي واللامادي للجزائريين، وفي شهر رمضان تتجلى العادات والتقاليد. وإذا تحدثنا عن الأكلات الشعبية في رمضان، فإن للحلويات نصيب وافر من الحديث، حيث تتنوع وتتعدد في هذا الشهر المبارك. وأنت مار بحي القصبة العتيق تشذ رائحة شراب السكر انتباهك، فبين هذه الأزقة الضيقة تنتشر محلات صناعة حلوى القلبلوز، وتعود علاقة الجزائريين بهذه الحلوى إلى 5 قرون مضت أيام الحكم العثماني في الجزائر، وكانت تقدم حينها كهدية للملوك والسلاطين. في هذا المحل القديم بأعالي القصبة يمتهن حسن صناعة حلوى قلب اللوز منذ أكثر من 3 عقود. هذه الحلوى التقليدية قائمة على مكونات بسيطة، أساسها سميد القمح الخشن مع السكر والدهن، وبواسطة هذه العجانة تخلط المكونات لتشكيل العجين. قلب اللوز لازمه ميزان، هو الاسم تاعو احنا نسميوه المفشش، ويتفش تغلطلو في الميزان ما يخرجكش قلب اللوز، لازم تحرص كل الحرص على الميزان، ومن بعد تبليه كيما بليت، ومن بعد تعجنو دوكا. العجين تاني العجين يلعب دور كبير، الانسان كي يكون يعجن مليح ويعرف العجينه كي تنعجن يخرجلو قلب اللوز مليح. فور تشكيل العجين يسوى على الصيوان بالضرب عن طريق الأيدي ليصبح العجين على قوام واحد، ثم تضاف بعدها الحشوة المصنوعة من اللوز ومضافات أخرى. هذه هي ما يخدم 80% باللوز، فهمني كيف؟ ماشي 100% خاطر اللوز غالي، وكي كان اللوز رخيص كنا نخدموه باللوز ديرك، فهمني كيف؟ لا هذه نخدموها باللوز والشربات وكاكاو ما تجيك حلا، فهمتني كيفا؟ قد تكون مدير الأشكاكا واللوز كده ما تخرج بنينا وفيها مظهر ثاني. وعلى هذه الأفران ذات القواعد الحجرية تطهى حلوى قلب اللوز، وفور خروجها من الفرن يرشها الصانع بمشروب السكر المشبع بالليمون. وتنتشر محلات صناعة الحلويات التقليدية في الجزائر خلال شهر رمضان، كهذه المخبزة التي تنشط منذ أكثر من 100 سنة في شارع العقيد كريم بالقاسم وسط الجزائر العاصمة، وتعرض أنواعا مختلفة من الحلويات التقليدية. عندنا بقلاوة باللوز، بقلاوة بالجوز، مقيرط، قريوش، بريوش، من كلش بريوش سامبل، بريوش بالنيتيلا، بريوش بالشوكولا سامبل. عندنا قطايف باللوز، خبز البال باللوز تانيك، قلب اللوز عندنا باللوز، كما اللي هي عندنا جناح مختص بالحلويات التقليدية كما اسكندرانيات، مشوك، مشكلة، ديريات. وبحكم تأثر الجزائريين بالمطبخ الفرنسي تجد في المخبزة جناحا خاصا بالمرطبات والتي تتنوع في الأشكال والأذواق. أثرنا بالاحتلال الفرنسي اللي هو دام 132 سنة، يعني هنا في الجزائر بقالنا هذاك الطابع تاع نحبوا ناكلوا المرطبات يعني الفرنسية اللي هي راهي كلهنا مخدومة كما راكم تشوفوا، يعني نوعية رفيعة تاع الشوكولاتة، نجيبوا فواكه طازجة جديدة يعني، وهذا هو الشيء اللي يخلي الإقبال الكبير تاع الناس يجوا عندنا في شهر رمضان. من العاصمة توجهنا غربا نحو ولاية البليدة، وبالتحديد مدينة بوفاريك. مدينة بوفاريك المشهورة بزراعة الحمضيات شتاء تصبح في شهر رمضان قبلة للباحثين عن الذوق الأصيل لحلوى زلابية، إذ يعتقد أن الوصفة الأصلية للحلوى توجد في هذه المدينة. وتنتشر في مدينة بوفاريك محلات صناعة حلوى الزلابية
بشكل كبير، فعلى هذه الأفران يقلى المزيج المحضر قبل يوم واحد والمكون من دقيق القمح ومضافات لتخمير العجين. عملية تحضير العجينة ديرها في السميد والخمارة والملح والماء، بعد اللي نعجنوها نخلوها تبات 24 ساعة. بعد 24 ساعة كي تخمر نسقموها بالماء باش تجدها على سبيل المبوط. يشكل من العجين المحضر شبابيك تكتسي لونا ذهبيا بعد طهيها على نار عالية، لتغمس بعدها في شراب السكر المسمى بالعسيلة، وهو مزيج من الماء والسكر والليمون مع إضافات خاصة تختلف من صانع لآخر. وفي كل مرة يتم إدخال تعديلات على حلوى الزلابية حسب أذواق الزبائن، فمنهم من يحبذ تغطيتها بالشوكولاتة أو حلوى الشامية للحصول على مذاق آخر. هذه هي كولا زلابية سبيسيال اللي فيها الشيكولا، ونزيدوا لها شوية كاوكاو من الذهب، وهذه اللي نزيدوا لها من الفوق يعطيها مذاق خاص، من هاي بدلها شوية قوة. تقريبا غير احنا نقدموها، ما كاش اللي يخدمها شوية ناس. وتصل هذه المحلات الليل بالنهار خلال شهر رمضان، ولا تغلق أبوابها أمام الزبائن الذين يأتون من مختلف الولايات الجزائرية. زلابية في رمضان هي حلويات استثنائية نمتع بها سهراتنا، ونذهب حتى لإهدائها للأسر وبين الزملاء. وأضحت الحلويات الرمضانية جزءاً من عادات وتقاليد الجزائريين التي يسعون للحفاظ عليها وتوارثها عبر الأجيال. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.